صباح الخير بحلقة جديدة من أتحداها مع سلمى. اليوم تحدينا شو هو؟ كيف نقشر الأناناسة؟ رح أكون معكم صريحة من البداية وأحكي لكم أنا ما بعرف، يعني لا رح أفرجيكم ولا أي شيء. رح نشوف الناس هم موجودين بجبل حسين رح يعرفوا يقشروا الأناناس أو لا. خليكم معي، ركز معي. عندك حبة الأناناس وعندك الكاتينج بورد وعندك سكينة، إيش لازم نعمل؟ نقطعها. يا سلام، تفضل يلا. والله نيال هالمدام، انت متزوج صح؟ طبعا الحمد لله. والله نيال هالمدام صراحة. يا سلام على المنظر. طبعا احنا بلشنا نضيف بالشارع الناس ونقول لهم تفضلوا الاناناس. كيفك انت وتقطيع الاناناس؟ مو كتير. يلا رح نعطيك اناناس وتحكي لنا شو رأيك فيه. عم بدور على ناس هون مارقين بالشارع. استنى استنى استنى، انا واقفة عم بقول بدي استنى حدا مارق من الشارع ويتحدى معي. قرب قرب، شو اسمك؟ يزن. قرب يا يزن كمان. قد ايه عمرك؟ 17 سنة. طيب يزن، بتعرف تقطع اناناس؟ بنجرب. جرب. احنا جايبين جمهور ليزن عشان يقشر الاناناس. يا يزن بدك تطول بالك، انت دمرت هال. اليوم في عنا مدام تاخذ العقل. شو اسمك اغلبه؟ سمر قدومي. اهلا وسهلا فيك. يا اليوم معنا التحدي، شو هو؟ مين اسرع شخص بيقطع اناناس؟ معه 60 ثانيه. هلا في ناس اخذوا اقل من 60، في ناس اخذوا دقيقه او نص وكان عندهم عقاب. يا سلام، 45 ثانيه خلصنا اليوم تقطيع الاناناس. سيد محمد، من لما شفته هو بقول لي لعبتي ولعبتي وشو 60 ثانية وبخلص قبل 60 ثانية، صح؟ صح. يلا فرجينا، هاي بلش العد 60 ثانية. هذا الأناناس لكل الناس. هذا الأناناس لكل الناس. انت حكيت لي البداية لعبتك ومش لعبتك، فكرتك يعني بتبالغ. طبعا ما ببالغ، المي بتكذب الغطاس. تحدي الأناناس خلص معنا اليوم. صراحة الناس أبدعوا وإشي على كيف كيفكم. بنوعدكم دايما بكل إشي جديد، تحدي جديد ومكان جديد. خلي عينكم على رؤيتكم.